ذاك الناس يخطئون، يقولون نحن مسافرون أو أنا مسافر فلا جمعة علي. صحيح، أنت مسافر لا جمعة عليك، أو أنتم مسافرون لا جمعة عليكم لا تقيمونها، لكن إذا كنتم في بلد وأقيمت الجمعة أقامها غيركم وهم أهل البلد فيلزمكم أن تحضروا، فإن لم يحضروا فهم آثمون. والدليل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هل هناك تفريق هنا بين المسافر وغيره؟ ما هناك دليل، فكلهم مؤمنون، فيجب عليهم لما يسمعوا النداء أن يجيبوا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسفاره وافق جمعا ولم يصلي، لما؟ لأنه هو الذي أقام الصلاة، وقلنا إن المسافرين لا يقيمون الصلاة بأنفسهم، لا يقيمون صلاة الجمعة بأنفسهم، لكن لو أقامها غيرهم فيلزموا. فإذا نجمع بين الأمرين أو بين الأدلة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي الجمعة في أسفاره، لما؟ لأنها لم تقم بغيره حتى يدخل معه. وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يشمل الجميع، مثل شأن المسافر الذي في الصلوات الأخرى، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، تشمل أي صلاة مفروضة حتى ولو كانت الجمعة، بل هي أولى، وأيضا تشمل الجميع المقيم وغير المقيم.